دكاترة هنحكي عن فيديو جديد من لعبة ماينكرافت. الفيديو هذا راح يكون عن لعبة ماينكرافت وبس هنبدأ. طبعا زمان انا كنت بنزل ماينكرافت، بس هذا عالم جديد مو نفس العالم القديم. فبس واحنا هون رسبنا في المنطقة، فأول إشي لازم نعمل لازم نجمع خشب، نعمل الأغراض، حللت الخشب محتاج اصنع كافتنج تيبل هيك. واصنع الستيكس واصنع بكاكس حاليا، بس بكاكس او كلب ممكن، بس نجيب عظم نروضه. محتاج بس الاقي حجر، ف مش عارف من ممكن الاقي حجر. خروف خروف هذا صغير، خلي هون في كهف، هون نقدر نجمع حجر. أجمع 3 حبات حجر وأعمل بعدين بكاكس حجر. بعدين نكمل تجمع حجر عشان نعمل باقي الأغراض اللي هم السيف والأكس والبس، ممكن الشبل كمان. أوكي أتوقع إني عملت عدد كافي، عم في سيف واكس، واحتاج كمان خشب او ستيكس عشان اعمل شوفل. وبس نعمل هيك، نشيل هدول نحط هدول خلاص. بس بحتاج صوف عشان اقدر اصنع تخيط عشان لما يجي الليل اقدر انام. في هناك البوم بتاع الجنجل، ممكن الاقي فيه اشي منيح. ما في هو اشي يعني ممكن استفيد منه، احتاج اكل، لازم اصنع فرن. وين كرافتنج تيبل؟ ايه نسيت الكرافتنج تيبل هناك. خلاص بصنع واحدة ثانية جديدة. اصنع في فرن واشوف هذا الخشب لكل ما انساها مرة ثانية اخذها. صح اكل جميل. فهم كهف المنطقة كلها مليانة خشب، ما في منطقة واسعة فاضي اشي عشان اقدر شو اسمه خروف. ابدا ابني بيت تاعي في مكان كويس، ما ابني بين شجر بطيخ. يلا نجمع اكل بس ما معي سمك، هاي مو اتوقع نمر ما اتوقع في هيك بس تشكلها زي هيك.
انا حاليا قاعد بدور على منطقة ممكن اعمل فيها بيت صغير حاليا. هاي كمان بطي. اوه باندا، باندا اقدر اروضه. لا ما بتروض الباندا، بس ممكن اعمل له مكان بيت بعدين، يعني نعمل يعني حاليا احنا هسه بعدين لازم ندور لنا على منطقة كويسة نعيش فيها. صوت زومبي، راح اروح اعمل حال مش شايفه. في بامبو، خروف، اتوقع خلاص حقدر اعمل تحت. اقدر اعمل تخطيط اخيرا. انا لهسه قاعد وعم بدور على منطقة. وات هذا الباندا تشقلب؟ لا شيء الصبح وما يرسل علينا وحوش، ما رسلنا وحوش. وحوش عمليه كمان، ما قولي ما في منطقة لحد الآن ولا منطقة. بعيد عني، أتوقع منطقة منيحة هناك. لا فيها بامبو كثير. قطعة كان كويس ما أعرف فيه، بس ما كويس. صار نطيف كثير، بس نقدر إنه يكون معنا أكل كثير. برضه هناك في غابة، مش عارف انا وين ممكن الاقي ممكن الاقي مكان منيح. هو بتنذر. يا رب يا رب، بسم الله. سيف لين ده، ممكن هنا نعمل البوابة بعدين نيجي. ممكن خلص انا ابي كاكس دايموند عشان اقدر اخذ من عند الاوبسيديان. هسه بعد اصلا من اقدر اجيب صحراء؟ والله صحراء. ليتس جو يا رب. بدي ال الديزرت تمبل، معبد الصحراء، عشان ممكن الاقي فيه كويس. فيهم صحراء وهم في بحار. ما في معبد الصحراء فيهم. هون في حجر، في جبل، وفي فحم. فكرت ايرون، والله يا ريت ما في ايرون هون للاسف، في فحم كثير. Okay.
خلص الفحم، خدنا كل الفحم الموجود المنطقة، نكمل استكشاف الصحراء. هناك في اشي اشي غريب. هاي المنطقة الصراحة ما بعرف شو اسمها، بس اتوقع هاي منطقة نادرة فيها ماين شافت، كثير ماين شافتات نلاقي دايموند او اشي. وهاي المنطقة كمان في يكون فيها جولد، جولد كثير. ايش هذا الحظ من سحر على هاي المنطقة؟ الصراحة ما بعرف شو اسمها. وفي هاي التريكوتا، تريكوتا نجمع شوي، كنت نحتاج بعدين نبني أو إشي. بعدين نجي نجمع. قولوا أعمل هنا البيت، ممكن هون أعمل بيت. هنا في نهاية المنطقة، ممكن إذا هناك مثلا في منطقة هناك أبني فيها البيت. يب أتوقع هاي منطقة منيحة إني أبني فيها بيتي. منطقة أو فيها هون حفرة كبيرة، ما في منيحة إنه هون فيها حفرة. هناك جبل. خلاص أتوقع هذا هيكون منطقتنا لحد الآن. هون منطقة كويس. خلاص راح نبني هون بيتنا، نحط بيت هون. هناك جبل بسيط، في هون كهف، وكهف كبير ممكن نستكشفه. ما قدر اركض. هناك في المنطقة هاي برضه ما بعرف شو اسمها، بس المنطقة هاي تاع الخشب البرتقالي. أتوقع هون نكون وصلنا لنهاية فيديونا اليوم. في هذا الفيديو استكشفنا مناطق وعمل عشان نلاقي منطقة نبني فيها البيت. إن شاء الله بالحلقة الجاية ممكن نبني هون البيت، وهون نستكشف هذا الكهف، أو نروح هناك. أتوقع نستكشف هذا الكهف بعدين نروح هناك ندور على كهوف، هناك في كهوف يكون أحسن. فبس أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ووصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم وبس، مع السلامة.